أوضح دكتور أشرف زكي رئيس نقابة المهن التمثيلية أنه تحدث في جلسة المسرح في عدة محاور، منها الاهتمام بمسرح القطاع الخاص. كما تطرق رئيس نقابة المهن التمثيلية إلى كيفية الحفاظ على المسرح من خلال المبدعين خاصة، وإن المسارح بوجه عام بحاجة إلى كوادر جديدة. أنا كلمت في عدة محاور، أهمها الاهتمام بمسرح القطاع الخاص، وخاصة أن معظم مسارح القطاع الخاص مقفولة، وقلت على من تقع هذه المسؤولية. أيضا اتكلمت عن كيفية الحفاظ على المسارح من خلال المبدعين. النهاردة عدم تعيين خريجين المعاهد والكليات المتخصصة في مسارح الدولة والقطاعات المختلفة بيؤدي إلى تجريف. أنا النهاردة فرقة زي فرقة رضا والفرقة القومية، السيرك القومي، مسرح العرايس، مسرح القومي، المسارح كلها بشكل عام محتاجة أجيال من الشباب تتعين تاني عشان يبقى في دماء جديدة، وأيضا الخريجين اللي درسوا وضيعوا عمرهم كلهم في دراسة الفن يستفاد بيهم لصالح الدولة. أيضا اتكلمت على إزاي نستفيد من قانون الهيئات الرياضية اللي بتسمح بيه النوادي بتدفع 25% من قيمة الكهرباء والمية، إزاي ده ينعكس على المسارح بحيث نقدر نشجع المسارح ودور العرض في إنها تستمر في ظل التحديات الاقتصادية.